في الشكر، وجالنا تكليفنا في مستشفى ناصر العام في شبرا الخيمه، جبنا موافقه من مساعد الوزير، وجبنا موافقه من المحافظ ومدير المستشفى هناك ومدير المستشفى هنا ان العمل في احتياج الينا، وكيل الوزاره رافض رفض تام، واحنا موجودين هنا النهارده عاملين اضراب على الطعام احنا واولادنا، عشان ده الحل الوحيد اللي نقدر ان احنا نلجا اليه. عندي مشكله، انا عندي طفلين اتنين وما اقدرش ان انا اسيبهم، لاني ما عنديش حد ان انا اسيبهم له، وهم ما ينفعش اطفال صغار، واحنا العمل في حاجه لنا هنا خوف الشكر، مش هينفع ان انا اسافر عشان المواصلات صعبه وما عندناش فلوس كافيه ان احنا نسافر. نعمل ايه؟ انا ما اقدرش السفر كل يوم عشان ما بقاش في امن في البلاد، ما بقاش في اي حاجه، والوقت احنا جبنا الموافقات ازاي كده، وازاي ما يقدرش ان هو يوافق لنا. بس ما في يعني ما فيش كلام اكتر من كده يتقال.